اهلا 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 وسهلا فيكم. شو المشكلة؟ حكيم مثل ما انك شايف بترجيك عيط لي الاختصاصي. عرفتي حضرة الاختصاصي، مرتي بتحب الاكل الدسم ومثل ما انك شايف زادت شوي عند خواصرة ووراكة وبالدريال، وانا بحبها كتير سمباتيك، فكلهم نصحوني وقالوا لي ما إلك إلا الدكتور إلا الاختصاصي أدي باللحظة. تسلم خجلتني، رح كون عند حسن ظنك وظن المدام وأعمل عملية شفط دهون دون أي أثار جانبية. ميرسي كتير دكتور اختصاصي. اختصاصي حضرتك مألوف عندي، وجهك مش غريب. ولو ما أنا كنت نايب ممثل للأمي على 3 دورات وبقيت وزير 2.5 سنين. آه صحيح صحيح. تذكرتك. طيب شو اللي خليك تنتقل من السياسة على شفط الدهون؟ ولو خبرة 12 سنة بالمجلس وسنتين ونص بالوزارة، يعني بدك تقول 14.5 سنين. شفط. بالإذن. ألو؟ نعم؟ أهلا أهلا مدام خزقة. نعم نعم نعم. أها، فإذا طنجرة محشي ورق عنب ونص طنجرة محشي ورق ملفوف بأمرك لبكرة المساء. أوكي يلا باي. وبتلف محشي؟ ما بسنين خبرة الشفط كنا نمارس اللفلفة كمان. يا ما لفلفنا قضايا وفضايح واختلاسات. طمني اختصاصي، ما ببين على جسمي اني عامل شفط؟ أعوذ بالله، أنا مبين علي أني شافت 14.5 سنين. إذا حدا بيلقط علي شيء ساعتها بيلقطوا عليكي. طيب قديش بتريد دكتور اختصاصي؟ مصرياتي مصرياتي. ياه وين راحوا مصرياتي؟ وين مصرياتي يا مرة؟ ياه وين راحوا؟ قولك مصرياتي يا الله.